في هذا الفيديو راح نشرح على بوكس الجي سي، وراح يشاركنا هذا ليضحك. يضحك على حاله. المهم راح نشرح في هذا الفيديو بوكس الجي سي لاستخراج البيانات وعمل جيل بريك لكل الأجهزة اللي تدعم من 6 لغاية 8 بلس. راح نبدأ في الفيديو نشوف الخطوات بالكامل. احنا فكينا الجهاز وحولناه للغة الإنجليزية وجربت عليه قبل التصوير. الآن حنشوفه بعد ما نبدأ في عملية الجيل بريك ونشوف أداء الجهاز كيف حيكون. طبعا الجهاز يتوصل من طرف على باور 5 فولت، يعني شاحن عادي، والطرف الثاني حيكون معنا على هذا 5 فولت تايب سي، والطرف الثاني يكون هو المدخل اللي يوصل للايفون، يوصل للجهاز. طبعا في فيديوهات كثيرة، طبعا في شروحات كثيرة وبرامج مجانية، لكن هذا البوكس ما يحتاج كمبيوتر ولا يحتاج ماك، لا يحتاج ماك ولا ويندوز، هو نفسه يعمل جيل بريك. حنبدأ في الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا كلنا بحاجة انه نعمل جيل بريك على الأجهزة عشان نطلع السيريال نمبر واي فاي والبلوتوث، او نعمل جيل بريك عشان نعمل تخطي لأجهزة الايفون. الآن انا راح اشرح على بوكس الجي سي البوكس تبع الجيل بريك. راح نشغل الجهاز مع بعض. انا شغلت الجهاز وحولته انجليزي. راح نشغل الجهاز مع بعض وحنشبك الجهاز ونشوف الأجهزة اللي تدعم هذا الجهاز، وحنعمل جيل بريك للجهاز ونوصل ونرجع نوصل الايفون على 3 تولز عشان نشوف هل هو تم عليه الجيل بريك او لا. مثل ما ذكرنا الجيل بريك نحتاجه نحن. الجيل بريك فيه له طريقتين، اما على الماك نعمل جيل بريك على الماك، او عن طريق ال 3 تولز على الويندوز. طريقة ال 3 تولز على الويندوز راح اترك رابط الشرح اسفل الفيديو. وهذا البوكس مشكورين شركة جي سي، نعمل جيل بريك على هذا الجهاز. الآن حنشوف، بس لحظة. لحظة بس. هذا الجهاز، هذا معنا ايفون 6، تمام؟ الجيل بريك مكتوب عليه نو. الآن هذا الجهاز حنشوفه مع بعض. حنشبك الباور. هيبدأ الجهاز يعمل ستارتنج. بعد ما يفتح معنا طبعا اول ما يشتغل حيكون باللغة الصينية بهذا الشكل. حيفتح، تمام. احنا حنختار كونفيرم. اول شيء الموديل الاجهزة اللي تدعم، اللي هي الايفون 6 والستة بلس والستة اس والستة اس بلس والاس اي والسبعة والسبعة بلس والثمانية والثمانية بلس. ايضا يدعم الايباد 5 و6 و7 وايباد اير 1 اير 2 وايباد ميني 4 وبرو 12.9 وبرو 9.7 وبرو 10.5 وبرو 12.9. هاي الاجهزة اللي يدعمها. الان احنا حنضغط كونفيرم ونضغط ايضا كمان. هاي اللغة الانجليزية والعربية. اول ما يشتغل معنا يكون بهذا الشكل، يكون هو اللغة، هذا سويتش يكون بهذا الشكل. احنا نخليه انجليزي ونعمل كونفيرم، تمام، ونختار كونفيرم. الان احنا عندنا الكويري اللي هو يطلع لنا السيريال نمبر واي فاي والبلوتوث والاعدادات والجيل بريك. الان احنا حنضغط على الجيل بريك، نضغط كونفيرم، تمام. كاتب لنا بليز كونكت اي او اس ديفايس، اوصل اي جهاز اي او اس. الان احنا حنوصل جهاز ايفون 6. تمام. الان ريدنج داتا، حيطلب مننا ندخل الجهاز على دي اف يو مود. بليز انتر ذا اي او اس انتو دي اف يو مود. حنضغط باور معهم بهذا الشكل لغاية ما تطفي الشاشة. نضغط الهوم، نضل ضاغطين على الهوم. لازم يكون دخل دي اف يو، تمام. الان الجهاز بهذا الشكل على وضعية الدي اف يو اللي حنضغطه ستارت. نضغط ستارت لحتى
يبدأ يعمل جيل بريك. هنشوف الجهاز حيفتح معنا ويبدأ عملية الجيل بريك. في حال ما ضبط حنرجع نعيد الخطوات. تمام، هاي المحاولة فشلت، الجهاز ما أخذ معنا. من المفروض يكون أخذ الآن جيل بريك لأني أنا مجرب العملية قبل التصوير. تمام ما ضبط، هنرجع نختار، هنرجع ندخل الجهاز على الدي اف يو مود، نضغط. تمام، بعدين نعمل كونفيرم، نضغط باور معهم ريدنج داتا فروم اي او اس. تمام، نضغط 1 2 3 4. الآن الجهاز في الدي اف يو مود، هنضغط على ستارت. لازم تظهر معانا التفاحة ويبدأ عملية الجيل بريك. تمام أخذ، الآن بدأ عملية الجيل بريك. أول مرة فشل، ثاني مرة ضبط، يمكن لأنه آيفون 6 وكان في شغل سابق عليه، وهذا اللي كان موجود عندي وقدرت اصور عليه. الان خلص معانا، حيفتح معانا الجهاز وحنشوف كلمة جيل بريك، حنشوف صار مكتوب عليها يس. بس يخلص سكسسفولي جيل بريك. تمام، الان احنا اجرب افصل واوصل. مكتوب جيل بريك يس. الآن لو جينا احنا نختار كويري، لا مو عفوا، من هنا ستارت، طلع معانا الواي فاي والبلوتوث والماك وكل البيانات. لحتى نتأكد الجهاز اتعمل له جيل بريك او لا، حنفصل ونوصل الجهاز على الكمبيوتر ونشوف البيانات حتظهر او لا. لحظة بس، هذا الجيل بريك يس. هذا الشرح السريع اللي كان على مبرمجة الجي سي. تحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.